أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة من حكاوي الجناوي. جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، اجروا معنا ليه الفتحة ببركته احنا وصلنا، نحكي حياتنا الشعبية من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد، ايه نحكي حياتنا الشعبية من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد، ايه تراث جناوحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، تراث جناوحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، الانسانية في كل مكان وللعلوم تعالى جرب، وللعلوم تعالى جرب، للثقافة تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب. أعزائي المشاهدين، ومن داخل المنطقة الصناعية بنجاح حمادي، يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء بأحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية الأستاذ حسن الرو. أهلا بك يا فندم. أهلا بك من الأخبار. يا مرحبا. عايزين في البداية أستاذ حسن نتكلم عن فكرة اللي جات لك، إن إزاي أنا أستثمر في المنطقة الصناعية بنجاح حمادي، إزاي أنت حددت المكان إن أنا لابد إن أقيم المصنع بتاعي داخل المنطقة الصناعية بنجاح حمادي؟ والله انا حبيت الفكره دي ان انا انشغل عدد من العماله من الناس يعني والكلام دي، فالفكره دي جت في دماغي. انا اصلا شغلانتي مش شغلانه مقاولات. جميل. فانا حتى في الاساس مقاولات. مقاول مقاولات. طب اللي خلاك اتجهت للاستثمار في الملابس الجاهزه؟ والله ده اللي حبيت الفكره دي ان انا انشغل عدد عماله من الناس يعني والكلام ده. انت ابن من ابناء نجاح حمادي ولا؟ نجاح حمادي. جميل. حسيت ان انت ابن من ابناء نجاح حمادي والمنطقه الصناعيه قريبه منك؟ قريبه مننا، وحبيت ان انا يعني نفتح فرص عمل للشباب والكلام ده ونساعد بعض يعني. جميل. بس الارض انت اخذتها الاول بالمجان؟ اخذتها بالمجان الارض الاول. واستثمرت الارض انا وبنيتها وشطبتها وعملت يعني. انت لوحدك ولا مجموعه مستثمرين من الشباب معاك؟ لا دي المجهود الخاص. مجهودك الخاص. شفت انا مقاول خلاص انا هاخد قدرة الارض وابنيها وبعد كده افكر في النشاط براحتي. بالظبط كده. بالظبط. وربنا سهل لنا الحمد لله. ودي زي ما انت شايف يعني في حد في الاسره اشتغل فكره الملابس الجاهزه شجعك قال لك لا ده مكسبه ارباحها كتير؟ ولا حد، احنا ياخدها كلهم في الخارج مش حدش موجود هنا خالص. اللي انا حبيت الفكره دي يعني انا عن طريق حد حكى معايا فالفكره دخلت دماغي. عملت لها دراسه جدول كده وربنا يعني عملت دراسه جدول للمشروع. قلت ان المشروع ده اخترت اللي هو الاطفالي والرجالي كل حاجه. احنا شغالين اطفالي ورجال وحريم وكله ومدارس وكل حاجه. اي حاجه بنعملها احنا بليزرات كل حاجه برضه. بالنسبة للتصميم الديزاين بتاعك او الشكل الملابس بتاعتك، هل انت بتصممها ولا بتستعين بمصممين؟ والله في احنا مصمم معانا، وانا برضك بنخش على النت والكلام ده وبنجيب التصميمات يعني، وبنخش التصميمات دي ومعانا بترنست ومعانا كل حاجه احنا. جميل. احنا بنتكلم مع بعض ونشوف ايه اللي شغال في السوق، ايه المطلوب ونعمل زيه. هل هنا بيقفلوا بس ولا في ناس بتقص وناس بتقفل وناس بتقول؟ ناس بتقص. مراحل. مراحل مختلفة. في اللي بيصمم الحاجة نفسها الأول. تمام. وبيداد المقص والمقص بيقص. بيصممها على ورق الأول ولا على القماش على ضوء؟ لا هو على ورق الأول. على ورق الأول. على ورق الأول. وبعد كده بتخش المقص بيقصها وتخش على المكن زي ما أنت شايف كده. تمام. ويقفلوها وتطلع الحتة زي ما أنت شايفها هنا برضك. جميل. قدامك يعني. احنا شايفين هنا جميع العمالة من الفتيات والسيدات وهنا موجودين داخل المنطقة الصناعية، هل انت بتوفر لهم مواصلة الانتقال من المصنع لنقطة التجمع بتاعتهم؟ والله احنا دول كل واحد فيهم من مكان. جميل. بس احنا عربيتنا معايا عربيه خاصه بالمصنع. جميل. بتروح تجيبهم من قدام البيوت يعني. جميل. بتوديهم وبتجيبهم يعني هنا في مواصلات من البيت للمصنع ومن المصنع للبيت. بيت للمصنع مصنع للبيت. بالظبط. جميل. بالظبط كده. تمام. بس هل هنا في الاجراءات الامن والسلامه بتوفرها لهم؟ كل حاجه موجوده معنا الحمد لله. الحمد لله كل حاجه تمام موجوده لنا وكل حاجه احنا جايبين كل حاجه في المصنع قاعده موجوده يعني. جميل. يعني من اكل من شرب من كل حاجه. كل حاجه متوفره لهم وكل حاجه تمام يعني. الحمد لله. الحمد لله. في بعض الشباب يقول لك لا انا لسه عامل مصنع يعني ملابس جاهزه هعمله في المنطقه الصناعيه، انا ممكن اعمل محل ولا اعمل بدروم في عماره وهو مشروع ايه؟ دي فكره غلط.
دي فكره في حد ذاتها غلط يعني، مش هتساعد على تصدير، مش هتساعد على خامه كويس، حتى تكفيل كويس. اي حد بيقول لك ده الشغل تحت السلم، مش شغل مظبوط يعني. انا يعني كنت قاعد نعمل الفكره دي انا، اما احنا معانا البيوت ومعانا المزارع ومعانا كل حاجه، لكن انا حبيت نعمل الفكره دي في مكان معالي العين، لانه يكون مصنع وفي اشراف، في رقابه، في رقابه في كل حاجه. واحنا مسجلين ضرائب مبيعات وضرائب كل حاجه، ماشيين رسمي الحمد لله تمام يعني. كل اجراءاتنا ماشيين ايه؟ تمام رسمي الحمد لله، ما فيش احسن من الصح اصلا. جميل. ما فيش احسن من الصح، الواحد يمشي صح. بالنسبه للملابس الجاهزه، الاقمشه انت بتستوردها ولا بتستخدم الاقمشه المحليه؟ بنستخدم احنا من يعني يعتبر 80% محلي. 80% محلي. لكن صعب انك تجيب حاجه من بره، الاستيراد قافل. واحنا بنحارب على الحكايه دي، ان احنا عايزين نجيب حاجه من بره. جميل. عشان نعرف نشتغل ونعرف نطلع حاجه كويسه ونعرف نطلع منتج كويس. جميل. بس اللهم لك الحمد، احنا على قد ما بنقدر بنجيب الحاجه الكويسه ونطلعها كويسه بره. هل في تعاقدات بيكون بينك ما بين المدارس، ما بين المصانع، ما بين زي العمال؟ هو حاليا المدارس. جميل. التعاقد بيننا وبين المدارس، احنا السنه دي كنا واخدين فوق 70 80 مدرسه الحمد لله. جميل. مدارس كميات جامده الحمد لله. جميل. والمدارس انا شغال على حاجه، هو بيرسل لك المواصفات بتاعته وانا بنفذ على نفذ له بالظبط زي ما هو عاوز بالظبط يعني. التكلفه، تحديد التكلفه بيكون انت بتعمل دراسه الجدوى والتقييم للتكلفه بتاعته، واقول للمدرسه ان القطعه بتكلف كذا، ولا المدرسه بتقول ان انا عايزه قطعه في حدود كذا؟ لا احنا بنكلف ونعمل ونقول له دي يا عم انت، هو كل واحد بيعز حي مختلفه وبيعز خامه مختلفه. جميل. كل خامه لها سعر، وكل حي والتكفيل بردك ليه وضع، وكل خامه لها سعر، كل خامه لها سعر. فاحنا بنعمل الحاجه وبنقول له دي بتكلف كذا، فهو بيقول لنا احتمال يشتغل. لا عاوز حاجه اقل بنعمل له حاجه اقل. يعني انا بعرض عليه الخامات، كل خامه لها سعرها. خمس ست خامات معايا. بنعمل له العينات وبنديها له، الخامه اللي بيختارها بنقول له سعري. وهو بيقول لي اشتغل بعد كده. جميل. وننفذ يعني. هل الملابس اللي انت بتنتجها هنا داخل المصنع الخاص بيك، هل بتنتجها لمنطقه جنوب الصعيد او لمحافظه انا بس، ولا بتهدف انك انت بتنتج اغزو الجمهوريه كلها بالملابس بتاعتي؟ والله. وعندي هدف ان انا ممكن اصدر الملابس بتاعتي بره. والله انا حاليا الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا معايا خط تصدير بس السعوديه. جميل. شغال فيه بامر الله يعني. جميل. شغال فيه، ده شغال فيه في العبايه السوداء. عبايه السوداء والبيجامات والعبايات البيتي. يعني العبايه السوداء انا بنتجها هنا وانا اصدرها بالظبط كده. تمام. بس دي برضك بمجهود الخاص، ما حدش مساعدني في اي حاجه. احنا يعني كله بمجهودك الخاص. يعني حتى تصدير العبايات للمملكه العربيه السعوديه ده بمجهودك الخاص. بمجهود الخاص برضك. كله ده بمجهود الخاص الحمد لله، بمعارفنا، بحبايبنا، بعلاقاتنا، بدنيتنا. جميل. لكن احنا حدش مساعدنا في اي حاجه، فالمفروض ان احنا هنا مثلا المفروض يدونا دعم. جميل. ويدونا وقفه ويدونا الكلام ده على مستوى ان ال الاسمي ده بروجكت الاستيراد والتصدير ده انا مقدم عليها الاسمي. ما حصلتش عليها. مش أي جرعة. يعني انت بتصدر كده على حساب الغير. على حساب الغير. على حساب الغير، وده حرام. جميل. يعني انا احتفظ الخير بياخدوا غيري. جميل. بس فاحنا ده احنا عايزين برضك نشوف لنا حل فيها يعني. يعني البطاقه الاستيراديه بالنسبه لك لسه ما خلصتش. لسه ما خلصتش. على الرغم انك انت مقدم عليها من سنه. سنه بالظبط. هي الطبيعي بتاعها بتاخد كام؟ الله اعلم، عاد في اللي يقول لك بتاخد ست شهور، في يقول لك بتاخد سنه. طيب ايه الاجراءات؟ ايه المشكله اللي كانت معاك عشان؟ والله اخر مره مكلم مهندس انا في السعوديه. تمام. قبل ما نيجي يعني. جميل. فاقول لي لسه في ورق عاوزينه، طلبوا مني حاجات انا غريبه صراحه يعني. غريبه الشكل حتى. جميل. مش يسهلوا في الموضوع ولا يخلص. يعني حسيت في صعوبات وعقوبات يعني سنه. ما انا اقول لك سنه يعني عشان واحد يصدر، عشان يعني يجلب لنا عمله صعبه. صعبه. صعبه دي يعني المفروض. دي المفروض هم وفروها لي، المفروض تبقى رقم واحد في المنطقه الصناعيه الحكايه دي. رقم واحد في المنطقه الصناعيه المفروض الاستيراد التصدير دي. جميل. يعني انا في مره برضه كنت ارد شغل السودان برضه وقفوه. قال لك لا لازم يبقى معاك ورق ومعاك اجراءات ومعاك دي. تمام. فانا ليه لما عارفنا وحبيبنا ودنيتنا ما كانش حوار السعوديه ده ما كانش تمام. يعني كل المجال التصدير بالنسبه لك كله بعلاقاتك الشخصيه. كله بعلاقاتنا الشخصيه. ما فيش حد بيكون همزه وصل بينك وبين المسؤولين ولا اي حاجه. احنا بنخلص في الجمارك واحنا بنخلص في كل حاجه. فاحنا دي احنا يعني حكينا فيها كذا مره. جميل. ان احنا اخواننا ساعدونا على حوار ان احنا نصدر. جميل. يعني عدد انا كان عندي هناك حوالي 82 واحد شغالين. لكن بسبب عدد العماله وبسبب هنا احنا خفينا العماله شويه. يعني انت العماله اللي شغالين عندك دلوقتي كام في الشيفت عندك؟ حاليا انا اخش لهم في 35 مثلا. يعني 35 فتاه وسيده بيشتغلوا معاك. بالظبط. في الاول من 85. من 85 كده عملت عمليه تخفيض. تخفيض. انا عايزين زياده دايما. بالزبط. انا دايما بنطمح ان يكون بدل ما شغال شيفت يبقى شغال شيفتين، يبقى في زياده تستوعب جميع الفتيات والسيدات وتوفر لهم فرص عمل. بالظبط كده. بالظبط. فاحنا ده يا ريت والله يا ريت نتوفر دي. هل هنا انت من خلال وجودك في
المصنع بتوفر يعني نقدر نقول مكان لتدريب الفتيات. يعني ممكن فتاه ما عندهاش فكره لفكره الخياطه او فكره المصنع تمام ان انا اعمل مركز تدريب ان يجوا بعض الفتيات يتدربوا عندي، وبعد كده انا بضمن ليهم ان بعد فتره التدريب اللي هي 6 شهور او 3 شهور هم يلتحقوا بالعمل في المصنع. دي عرضت على استاد المحافظه انا. جميل. ان انا كنت عاوز حته توسع ورايا من ناحيه كده، دي انا اعملها مدرسه خاصه وحاجه كده. تبقى فيها عدد مكان وعدد من الصناعيه وعدد من المشرفين. جميل. ونعلم الناس تقص ازاي وتشتغل على المكنه ازاي. انا معي مكنه تدريب زي لها يمكن 6 شهور واقفه. جميل. بلاقي ناس صناعيه يعني. والصناعيه يجي من بحره ياخذ لك 3 4 شهور يقول لك انا ما حملش الحراره ما اقدرش نشتغل والكلام ده. لما بتجيب الصنايعي من بره هل مش ممكن تدرب معاه عامل او فتاه من هنا من ما بيرضاش بس يتدرب عشان يعرف هو اصلا الشغلانه شغاله دي شغلانه شغلانه حساسه اصلا. مش اي حد هيشتغلها. ما كانش راجل اهل خبره هو بيحافظ على ايه نقوله بالزبط. سر الصنعه بيخليه معاه بالظبط كده يعني صعب. فاحنا سر الصنعه دي احنا نجيب ناس. فاحنا بنطالب ان يكون في معانا مكان مركز لتدريب الفتيات وبحيث نستعين بالمدربين سواء من ساعدنا فيه يعني. بالظبط يا ريت حد ساعدنا فيه ده برضه يعني. انا عامل قلت انا هنعمل مكان خاص لحسابي برضه موجود الخاص ان نعمل المكان دي وندرب فيه الناس. يبقى انا كل اللي انا عاوزه يبقى قاعد موجود تحت الدقايق ما نروحش نضطر نجيب من بره. يعني انا مكنه اجيبها بمليون و200,000 حرام تتركن. يعني شغل على كده بنروح ندرسه بره وانا معايا المكنه قاعده في المصنع ما الاقيش صنايعي يشتغل عليه. كل اللي يتكلموا يقول لك يا عمي حتى الحته دي برضك بتاعت توسع قدمنا عليه ولسه الاجراءات فيها برضك ما تمتش. يعني انت قدمت انك المصنع بتاعك حسيت ان خلاص ان انا المصنع بتاعي ان محتاج اوسع محتاج عدد ماكينات اكتر محتاج مخازن. انا عندي المخازن وعندي المكن قاعد في المخزن. جميل. عندي المكن كله حاطه في المخزن عشان بس ما يبوظش هنا. لا فكره انك انت قدمت على التوسع كانت المشكله بالنسبه لك ايه؟ انا قدمت يعني ايه المشكله؟ مش مشكله انا قدمت على حوار التوسعه دي بحيث ان انا دي عايز منها مدرسه خاصه علام فقط لا غير. يعني انت مش عاوز ضمن المصنع؟ لا مش لا احنا عايزين المركز يكون مركز داخل المصنع. يعني الفتاه كل واحده من الفتيات اللي بيشتغلوا هنا يكون جنبها واحده بتتعلم. ما هو كده هو دي هو كده. لا هو الافضل هيبقى المدرب احسن. جميل. ان برضك الزميله مش بتدي سر زميلتها كله. لكن لما يكون انت جايب واحد ممكن نستعين بمدربين يعني هو ما احنا من خلال المدارس الصناعيه من ما احنا بالظبط كده. ما هو عندنا احنا برضك ما فيش الخبره الكافيه. حتى المدربين الموجودين عندنا مش خبره كافيه برضك. يعني في حاجات برضك مش اللي هي بالك فيهم. فاحنا الناس دي بنجيبهم من بره، بنجيب سوريين، بنجيب جماعه من المحلي من المنصوره من الناس دي بنجيبهم من بره. يعني انا اللي كان الراجل اللي كان شغال عليها المكنه. لكن انت هدفك ان يكون كل الايدي العامله من المنطقه بتاعتك. من المنطقه بتاعتنا. بالظبط كده. احنا نوديه ونجيب الكلام ده. يعني اكون جايب ناس بيشيلك هم انك عايز يسكن فين، عايز يقعد فين، بيشيلك كذا هم. لكن لما يكون ولد البلد انت توديه وتجيبه عربيتك ومهما كان برضك انت بتستفيد بلدك وبلد بلدك ما بتستفيدش غريب. اجور الفتيات والسيدات العاملين هل الاجور بالنسبه لهم مرضيه بحيث بالنسبه لهم ولا بيحسوا لك لا احنا يعني احنا بنشتغل معاه هو بيكسب حسن واحنا ايه واحنا مش بيدينا حاجه احنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. المصنع الراوي معروف على مستوى محافظه قنا كلها وسمعتنا معروفه في اي مكان. احنا ولا حد بيدي راتبني ولا حد بيعمل مع الناس اللي شغاله معاه زي احنا. جميل. دي حاجه معروفه يعني رقم واحد. يعني التقينا بالفتيات والسيدات هنا هيقول لك احنا راضيين على مش عايزين زياده. هو هيطلع بره خالص كمان. مش عايزين زياده من العسل. لا انت شوفهم انت احنا ما مقصرش حد. ولا يقول لك هو كان بيشتغل في المملكه العربيه السعوديه فبالتالي هيدينا ايه؟ العمله الصعبه. الحاجه دي ده عرق جبين. جميل. وانا لما الراجل شغال معاك انت طول ما بتديش حقه. جميل. ربنا ما بيبارك لكش في الحاجه بتعملها انت. جميل. واحنا لما ما بنديش حق حد ما كانش ربنا كرمنا. الحاجه دي امانه. فاحنا كل واحد بندوه على قد ما بيشتغل. هل الاجور هنا ثابته ولا كل واحد حسب الحرفيه والفنيه بتاعته؟ لا حسب الحرفيه والفنيه
تحت حسب الفئة. مش كلهم مش زي بعض في اللي بياخد 1500، في اللي بياخد 1500، في اللي بياخد 1500، في اللي بياخد 1200 بس، و1000 حسب كل واحد له شغلانه معروفه بتاعت ايه. جميل. اما كل واحد مقسم شغلانه شغال ايه معروفه شغال ايه، اللي على الموقع وحده، اللي على التشطيب وحده. يعني نقدر نقول قطعه الانتاج بتمر على اكثر من ايد داخل المصنع. ايوه امال ايه، يعني مش بياخدها من الالف للياء. مش يقول لك ان انا خلاص انا هرص قطعه القماش وانا هخيطها وانا هكويها وانا هغلفها، لا دي بتخش من القص اللي تخش على المكنة، ومن المكنة بتخش على الزراير، بتخش على العراوي، بتخش على المكوى، بتخش على التشطيب، تتقفل أول وتتنظف، وتخش بعد كده تتكيس. شغلانة يعني مش سهلة. على كذا كل واحد متخصص بالمرحلة، كل حاجة متخصصة. بتاع المكنة واحد، بتاع مكنة الزراير واحد، بتاع مكنة العراوي واحد، مكنة السنجر واحد، الأوفر واحد، الأورلي واحد، المكوى دي واحدة برضه، التشطيب ده واحد، الغليف واحده. وفي اخر حاجه بتروح الواحد كده بيشيك عليه، فيها قطعه، فيها فتله، فيها حي، بيبص عليها برضه. يعني في بعد كده اخر حاجه في حد لمراقبه الجوده. بالظبط كده، مراقبه الجوده. دايما اللي بتكلم عن الملابس الجاهزه نتكلم على الفينش. فينش هو دايما الفرق، المحل او المصنع اللي بينتج خامه عاليه الفينش. والله احنا الحمد لله، انت زي ما شايف قدامك الشغل انت. يعني الحمد لله، الله ملك الحمد، يعني شغلنا معروف ودنيتنا معروفه وامورنا معروفه. هل المستوى اللي انت بتنتج له هو مستوى واحد؟ يعني دايما المصنع بيختار يعني نقول كذا يعني شريحه من المستهدفه من المجتمع، يقول لك اي وبي وسي، بحيث الاي الفئه العاليه والبي المتوسطه والثانيه. احنا شغالين ثلاث فئات. شغالين احنا الثلاث فئات دول، يعني بحيث اي واحد يعني نقدر نقول من الالف للياء. تمام، من الالف للياء اي واحد ايه المنتج بتاعه معاه. بالظبط كده معروف. يعني في المنتج العالي، طبعا شغل التصدير ده معروف. جميل، ده رقم واحد. تمام. في برضك عندنا احنا في ناس معينه بتطلب مننا كميات حاجه فينش من الاخر دي. كل احنا كل ماشيين على السوق زي ما هو ماشي يعني. اللي بيعوز حاجه مننا بنعملها له. والحمد لله الحاجه اللي عندنا احنا اللي على قد دي تشوف تقول عليها برضك اللهم لك الحمد يعني. جميل. بس يعني انت بترضي جميع الاذواق، بحيث ما فيش فرق. يعني كل واحد يقول لك ان انا رايح المصنع هاخد قطعه. بالظبط كده. الحمد لله. ونجد المصنع ده مستهدف فئه عاليه. لا لا لا، احنا شغالين مع جميع الفئات. جميل. عشان نرضي الناس كلها. جميل. كل اللي هو عاوز حاجه احنا بنعملها له. يعني في المدارس برضه. جميل. في ناس يقول لك لا انت فبالتالي كل الخامات كل نفس المواصفات، نفس الشكل بتاع الزي المدرسي، بس مع اختلاف الخامه. اختلاف الخامه بيؤدي لاختلاف السعر. بالظبط كده. جميل. خامه خفيفه، خامه ثقيله. يعني الخامات بتاعت المدارس برضك يعني فيها كذا حكايه. فيها 50-50، فيها 35-40، فيها كذا حكايه يعني. جميل. الفئات بتاعتي. فهو اللي كل اللي بيعوز حاجه احنا بنعملها له. يعني الواحد يقول لك مش ما شفتش شكل المنتج ده قلت ده ب 10 جنيه يبقى لازم اخوه ب 10 جنيه. لا. ممكن يكون ب 10 الثاني ب 20. بالظبط كده. جميل. كل هم كل في حته في المعرض عندنا برضه. جميل. كل الفئات موجوده. انت هنا من المصنع بعد المصنع عامل معرض طيارات في الشغل بتاعك؟ في الشغل بتاعنا. عامل معرض نجاح حمادي كبير هنا. جميل. بنبيع فيه جمله وبنبيع فيه قطاع وبنبيع فيه كل حاجه. جميل. ده برضك المنتجات وباسعار خياليه كمان. هل هنا عندك اللي هو البيع القطاعي، ولا بيقول لك لا انا لازم انا ببيع تجاري؟ تجاري. لا، بحب ببيع قطاعي. تجاري وقطاعي. لا، تجاري وقطاعي وكل. جميل. احنا بيجينا على حاجه ما بنقولش لا. جميل. اي حاجه اللي عايز قطعه ما بنقولش لا. ممتاز. بس كلمني عن فكره التواصل بينك وبين المسؤولين. هل انت كمصنع في تواصل بينك وبين المسؤولين هنا؟ هل في يعني نقدر نقول خط ساخن للتواصل لحل المشكلات اللي انت بتواجهها؟ فيش حل مشكله ولا حاجه. انا عندي عداد الميه اللي يمكن لي اكثر من يعني داخل على سنه. جميل. محدش جبنا تطمع. رحت عملت مشكله في الشركه كذا مره. يقول لي بكره نجيبه لك، بعدها نجيبه لك. اسبوع مع شركه الميه. حتى كلام الاستاذ محمد كذا مره عليه. جميل. برضك ما فيش حد جاب لغايه دلوقتي لسه. جميل. تدفع ممارسه؟ بدفع. ولا بدفع ولا حدش قال لي عليك كام ولا اي حاجه. طب عليها فلوس ايه وعليها فلوس؟ ما حدش قال لي حاجه. طب ما ممكن اكون انت مستفيد، بتقول لا انا مش بتكلم مع شركه الميه، ما جايبينيش عداد، فبالتالي انا لا بدفع عداد ولا ممارسه، فانا الميه علي، كان الميه عليا بالمجان. وانت راجل استثماري بتستفيد من اي حاجه؟ لا، احنا مش بتاع الكلام ده الحمد لله. دي حرام. جميل. ده ملعان. فما ينفعش الواحد يعمل في كده. يعني انت بتخاطب شركه الميه ان تعالوا وصلوا له عداد، سواء عداد كارت او عداده، عشان انا ادفع المستحقات العاليه. زي الكهرباء اللي عملت مشكله فيها ورحت المحافظ زي ما جابوه لي. جميل. عداد الكهرباء. في بعض المستثمرين يقول لك لا، لما انا اكون ماشي بدون ما ادفع ميه ولا كهرباء، ده بيعتبر ايه؟ هامش ربح زياده بالنسبه لي. اي 5000 هتعمل ايه انا؟ جميل. لكن ده مال عام، ما ينفعش. جميل. وانت محافظ على المال العام اهم حاجه. لا الحمد لله. بس ده حرام، انت هتسرق. جميل. ده سرقه اصلا، اسمها سرقه ده. واحنا الكهرباء برضه كانت نفس النظام. جميل. بس الحمد لله اتحلت مشكله الكهرباء. جميل. جابوا لنا العداد، وعداد المياه نفس النظام برضه. ان الحكايه دي انا مستحرمها بامانه يعني. جميل. انا شغال كده وما اعرفش راسي من رجلي. هل في بعض الشباب اللي شاف النموذج بتاعك انك انت عملت مصنع بسم الله ما شاء الله عليه كده، والمصنع ناجح وليه معارضه وليه اسمه في السوق، هل في بعض الشباب قال لك لا انا هعمل نفس الفكره واعمل مصنع الملابس الجاهزه داخل المنطقه الصناعيه؟ والله هو عامة شبابنا احنا كله هنا ربنا يصلح حاله.
يعني مش حد بيفكر مشروع، فيش حد بيفكر، كله عايز يخسر يده وياكل بس، حدش عايز يتعب بالزبط. كل اللي تكلموا وكل اللي تقولوا على شغل، اقول لك ان انا عاوز وظيفه حكوميه، عاوز اقعد على مكتب، مش عاوز اشتغل، مش عاوز يتعب بالظبط. مش يساعد ويجري ويسوي يتعب، لا فيش حاجه تيجي بالسهل. جميل. يعني انا ما تعبتش وشقيت وشربت، لازم تتعب عشان تعرف قيمه الحي. يعني انا بنشد الشباب، لا انت اشتغل فكر. ايوه. اجتمع مع مجموعه من الشباب صحابك، يعملوا شركه مع بعض. يا باشمهندس، الشباب المصري بجيزه السودانيين دول. جميل. عاوز ياكل وينام بس، عاوز يشتغل ولا عايز يطلع في الشمس ولا عايز يساعد ولا عايز يعمل اي حاجه. ده انا اصلا على كده عاوز ناس تشتغل. يعني انا عارض رواتب على ناس تقعد معايا مناديب مبيعات 4000 و5000. طب انت عاوزيت انا نشتغل مندوب مبيعات خارجيه؟ مندوب مبيعات خارجيه. يقول لك شغل ما ينفعش معانا. ما ينفعش معانا. وده عاوز يشتغل طيار. بس ولو اشتغل ممكن ياخد المنتج وما يشتغلش، ما يسوقش بره، لا مش اي حاجه. انا حاطط لك مستهدف انك توزعه. انا كان 15 مندوب. جميل. 15 مندوب دول كنت بيع قدم بالتليفون انا. يعني انا كنت مبيع كده 50 مندوب. ما انت عندك قاعده بيانات وعندك قاعده عملاء، فبالتالي غير ان هو المندوب لسه جديد برضه تواجه. لا انا والله بنجو. تشجع يعني الشاب، يعني ممكن من حصيله اللي هم العملاء اللي بتوعك تديهم لشاب جديد يشتغل عليهم، فبالتالي هي المنطقه الصناعيه تحفزه. يعني المنطقه الصناعيه فاتحينها احنا هنا. نعم. فيها شوف كام مصنع. جميل. لما نساعد ونجي ونفكر في مشروع ونشتغل صح. نعم. ونعمل منتجنا احنا ونغذي بلدنا احنا. جميل. بدل ما نجيب الحي من برا وبدل ما نجيب ده من برا. لكن مشكلتنا احنا ان احنا ده كل واحد بيعد في الثاني. جميل. مشكلة كبيرة في ناحية. احنا نتمنى من ربنا ان نزود العمالة هنا داخل المصنع، وبدل من خط انتاج واحد يبقى خط واثنين وثلاثة. والله ان شاء الله بامر الله. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من حكاوي الجناوي. شكرا لكم وإلى اللقاء.